السلام عليكم، اهلا فيكم. فيديو جديد او دردشة جديدة. اليوم راح نتكلم معاكم عن خروج مصمم ابل او مصمم اجهزة ابل كلها جوني ايف. طبعا هو على الطاير الفيديو هذا راح يكون، لكن طريقة غير، انه ما عندي دوام فما راح اتمشى، اكلمكم السيارة رايح للكافي، عندي كم واجب بحله وبرجع. المهم امس تقريبا في نفس الوقت فأبل نيوز في الاخبار، أبل في موقع حق اخبار أبل، موقع أبل برضو نفسه، أعلنوا إنه خلاص جوني آيف راح يطلع من الشركة بعد قرابة تقريبا 30 سنة يشتغل مع أبل، من على وقت ستيف جوبز. ستيف جوبز دخله تقريبا وشغال معه، صمم أجهزة أبل كلها، صمم يعني ما راح نقول كلها، لكن لابتوبات هم صممها، تصميم اللابتوبات أبل، تصميم الايفون كله، ايفون 2G لو تذكرونه هو اللي صممها، الايفون 6S 7 4 4S كله جديد أبل، جنايفهم صممهم. وبرضو لو تتذكرون التغيير اللي صار من الايفون، التغيير اللي صار تقريبا من ايفون 5 الى ايفون 6 الايو اس 5 الى الايو اس 6 او 7، التغيير اللي صار ذيك الفتره تذكرون شلون النظام كيف صار، وهو برضو اللي دخل فيه، لان في ذيك الفتره تو داخل وهو صار مصمم ما بس اجهزه ابل، حتى السوفت وير مع الايفون، فهو اللي دخل وقام يصمم الايفون برضو السوفت وير ومكمل معانا. لكن كل واحد يعني لوقته، مثل ما ستيف جوبز مات، اللي بيموت بيموت، اللي بيطلع بيطلع، يعني الشركة كذا راح تمشي، الشركة تمشي. فاحنا نتوقع الحين انه خلاص ابل ما راح تصمم اشياء جديدة، ما راح تعرف تصمم شيء، لا كلام غير صحيح. ليش؟ لان اصلا من 2015 وهو اصلا موقف عن تصميم اجهزة ابل، او انه ما عطينا ابل شيء ثاني يصممه، واللي هو ابل بارك اللي هو مغر ابل الجديد. في ذي الوقت يعني من 2015 يعني هو مصمم أجهزة جديدة، يمكن يعني ما دخل مع الايفون 7 الايفون 8 الايفون 10 مصممهم، الجروب حق التصميم موجود فهو اللي يصمم. فلا اتوقع ان بدونه ما راح نقدر نسوي شيء، بدونه يعني شركة ابل ما راح تسوي شيء، لا راح تسوي شيء. وبرضو الحين يمكن يصمم حق ابل، يعني من 2015 يقول لك هو ابل ما اعطته الشغل ثاني تسوي اللي هو البارك، الحين يوم خلص راح يسوي يطلع من شركة أبل، راح يفتح شركة ثانية وبيتعامل مع أبل، وإلى الآن يقول إن الشركة الثانية راح تتعامل مع أبل، يعني كل شغل أي أبل تبي شيء راح تشتغل معه. فإلى الآن مكمل، ما راح نقول ما راح يكمل، لكن التصاميم اللي راح تطلع حين جديدة الناس راح اللي بيشوفون يقولون هذا تصميم غبي لأنه ما بموجود جوني آيف. لا، جوني آيف ترى يعني الايباد برو اللي طلع الحين، يعني نقول لك انه من 2015 موقف، فالايباد برو هو مصمم لو بنحطها كذا. ف ابل راح تمشي معاه وبدونه، الحين يمكن راح يفتر على ابل افضل، لانه على كلام انه اللي بيفتح شركه تصميم راح يشتغل مع ابل، ففي ذي الوقت عنده اشياء افضل، يعني راح يصمم حق ابل، اشتغل مع أبل طبعا، يمكن يصمم حق أبل، يمكن يصمم حق شركات ثانية لأنه بيفتح شركة تصميم. فتوقع إنه يصمم حق سامسونج وشركات ثانية، يعني خلاص شركة أي واحد يجي له يبي يصمم شيء راح يصمم. فنشوف قدام. الحين طلع ودخل مكانه تقريبا شخص اسمه جيف ويليام، لو بيشوفه هذا شكله ما أدري باين عندك ولا باين، فهذا في نفس القطاع. فالحين تقريبا الحين باقي اثنين من على وقت ستيف جوبز، بس بعد هالاثنين يطلعون ما يبقى ولا واحد من على وقت ستيف جوبز شركة أبل. فقال لك شركة أبل إن شاء الله يعني ما راح توقف على ليلي، راح إن شاء الله تكون ماشية، وبالنسبة لي ماشية ما بماشية بتطيح، كل شركة لها وقت تطيح، لكن هذا هالوقت أبل الحين تطيح ما أتوقع، لا، لأن حتى لو إنه يعني ما تسوي تصميم جديد، ما بتصميم، أبي بس الجودة اللي موجودة الحين تكون ثابتة هي تكفي. فنتكلم عن جودة البرامج، جودة الثوبات، الأشياء دي كلها. ف30 سنة لحق شخص
اشتغل عند ابل وصمم اجهزتهم كلها، صمم اشياء غبيه، اشياء ما تخش المخ مثل الماوس مال ابل اللي تشحنه من تحت. لكن الحمد لله بس هذا الفيديو وصلت الكافيين. ففي نهاية الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة ونشر المقطع وعمل لايك المقطع وتعليقاتكم تحت تهمني. التصوير من الايفون 10S الكاميرا الخلفية على 1080 60 فريم في الثانية وعلى U13 النسخة التجريبية الثانية للمطورين. لا تدقون على الصوت لأن جلست بالنوم خدت الشنطة وجيت الكافي. السلام عليكم.